يقولون إن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وقد كان مما استقر في النفس ولفت قول للنبي صلى الله عليه وسلم رسخ وثبت: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فافهم العبرة وحذار من عاقبة الشين. وقد لازم الجيل قول لشوقي على النحو دون الحديث وفوق عبارات اللغو، يصف حال المنافقين الساقطين الماكرين: مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. في قريب الأيام أصاب الناس دهشة لخبر كأنه فريد، والغريب فيمن رآه فريدا وهو بدهي ليس بجديد. السلطة في مقدمة الواجهة بإعلان عودة التنسيق مع المحتل، وبداهة إحكام قبضة الملاحقة لكل مقاوم بالميزان المختل، في انتصار عده المارقة فتحا كبيرا عظيما، قد أتت تبريكاته في الفضائيات نصرا قويما، يضاف لسلسلة الإسقاطات المنكوسة المدروسة والسياسات المخطوطة المدسوسة المحروسة. ترى في الخيانة سياسة رشيدة، وترى المدافعة خيانة وليدة، كيف لا؟ وهذا الكبير يراها مقدسة، اعتقادا ثابتا مؤسسة، ثابت من الثوابت غير القابلة للمزاحمة أو حتى مجرد النقاش أو المساومة. شرذيمة دنسها درن السقوط اعتقادا، استمسكت بالقذر دون الشريف انفرادا، هي عين العدو في جسد شريف، نهشته أرضة خؤون سخيف، لا زالت تقيم على وحل العفن حبا، تعب حمأته لهفا عبا. ليس المقام بمقام نسج الكلام إيضاحا، فالحق واضح تلته سور الكتاب صداحا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، فالقوم هلكا وعاقبة خطاهم يكللها العار عارا ووبالا. فليس كالمفارقة شيء يفيد، وما يبدئ الباطل وما يعيد، فأجمعوا الأمر وأعدوا له عدة الكسر، فالكسر حتم لازم البسط والقهر، والسنة قاضية قضاء قدرية، فالزم سواءها لا تتخذها ظهرية. فالحق بغير الكسر لا يعود، والحق بغير الشوكة لا يسود، والكتاب يأمر أمره واجب الفهم، فقم عفيا وخل عنك طرائق السقم. فما أقام الجيل بحد النصب تعبا، إلا لميعاد المجالدة وقرع الأسنة طربا. قدركم أن تكونوا غرباء المرحلة في زمن النفاق، تنهشكم الأكلة لخسة الطبع تساق، وأنتم كما الأيتام على مائدة اللئام. فاجعلوا العدة صبرا على لأواء الطريق، إقبالا فتيا على الأمر العتيق، دعوة وجهاد إعداد وجلاد، وعلى أثر الراحلين قفوا، ولحق ما قالوا اكتفوا، منهجان قد استقاما وعلى الميزان أقاما. هذا للتنسيق قد شد الرحال، وذاك بالحق اختصر المقال، هذا بختل التفريط قد أتى، أقام لها أكذوبة السلام، وذاك مضى شريفا بقذيفة الحديد فوق 2000 من الكلام. قد أقامكم الله على الثغر تشريفا، فانظروا لمقامكم واحفظوه طاهرا عفيفا، فالتاريخ سيدون من فرط وخان، ومن ثبت وحفظ وصان، والأيام حبلى والخير في ثنايا مخاضها العسير، والحق ظاهر منصور قضاء المولى القدير. فكونوا له خير وريث، وخلوا عنكم طرائق كل خبيث، ولا تنظروا للنتائج فلستم بمأمورين، وابذلوا الوسع جهدا فلستم بملومين، فعليك بذر الحب لا قطف الجنى، والله للساعين خير معين. سنعود للدنيا نطب جراحها، سنعود للعز والتمكين، ستسير فلك الحق تحمل جنده، وستنتهي للشاطئ المأمون، بالله مجراها ومرساها، فهل تخشى الردى؟ والله خير ضمين.